نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. هذه الرشمة اللي غادي نبت مع بعضنا اليوم كتجي زوينة، طريقة السنبات ديالها بالعقيق مهرس والموزون والدميعات والحجيرات، كتجي أنيقة وزوينة. يمكن تعملها في ما بغيتي، في جلابة، في قفطان، على طول سلتة، نتينا والذوق ديالك. هنا كنخدمو الحربول بالعقيق مهرس، كنمشيو ثلاثة ثلاثة، كاين اللي كيبغي يمشي أربعة أربعة كيمشي. أنا كتجيني يعني كنمشي ثلاثة ثلاثة، كتجيني هي هاديك زوينة مع القياس اللي عاملة أنا. ثلاثة دلقيقات مذهبين، كنطلع بها كيف ما هي، كيف ما كتشوفوا كتطلع بالعقيقة في الوسط، كتخرج في الخيط في اليبرة في الوسط، العقيقة الوسطية، وكتعاودها باش كتطلع لك هي هذيك مزيانه، باش كتجي متقونه وماشا قياس واحد. يعني خصك تعرف فين كتخرج الابره، شوف الطريقه فاش ماشا بيها انا فين كنخرج الابره. شتي كتجي طريقه واحده وكتجي محبوكه. هنا كنخدم الوريقه تحت هما باللون الاخضر، جار مهرس حتى هو كنمشي به بثلاثه ثلاثه ثلاثة دلقيقات. الوريقة كيمكن لك تبداها من التحت، كيمكن لك تبداها من الفوق، يعني هي من الأحسن اللي جديد في الخدمة وما كيعرفش بزاف، باش كتخرجلو شي زعما مزيونة مزيان، يخدم بها الطريقة هذه، يبداها من الفوق، يخدم الوسطية وكيبدا يخدم من هنا ومن هنا، كتخرجلو طريقة زوينة وكتخرجلو محبوكة مع بعضياتها، يعني كتمشي لعبر واحد. هذه أسهل طريقة، هذه سهلة على الطريقة اللي كتبداها من التحت. بالنسبة اللي معلم يعني في حال في حال عنده، ما عنده شي مشكل، كتخرج حدا اخرى بالضبط، حتى هي كتطلع الابرة في العقيقة الوسطية باش كتجيك القياس هو هذاك. نتمنى يكون الفيديو واضح، تبعوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا الطريقة كاملة. يعني انا كنحاول ما نزربش الفيديو بزاف باش تعرف زعما الطريقة كيفاش عاملة. كاينين بعض البنيتات كيكتبوا لي بان كنزرب الفيديو ما كيفهموش مزيان، هذا الشيء كنحاول نخليه زعما عادي على طريقته، ما زرباش. عامل معاكم الوريقه الثانيه باش تشوف الطريقه اللي بقى معنا حتى لهنا، ما ينساناش من البصمه وبارطاج باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن وتعم الفائده، واللي بغى يتعلم الصنعه مزيانه مرحبا به، يعني ما كاينش في حاله كيقولوا صنعه واذا ما غناتك راه تسترك. الصنعه راها زوينه الواحد يتعلمها، واخا يخدم غير حويجاتو، واخا ما يخدمش مع الناس، واخا ما يخدمش بها الناس، واخا يبغي غير ينبت شي حاجه ليه هو، راه يجبر راسو بان كيعرف يعمل واحد الحاجه بعدا. شتي كيفاش كيمشي عبر واحد وقياس واحد. واللي ما عرفش شي حاجه يسولنا عليها في التعاليق، مرحبا كنجاوب على التعاليق كاملين، واخا نتعطل عليك شويه، يعني ما كنتعطلش بزاف، يعني اصلا انا كنشوف دابا ساعه يعني كنشوف التليفون، كنشوف بالي كيخلي لي شي واحد شي تعليق ولا شي حاجه كنجاوب عليه. هنا غادي نخدمو وريضه، غنخدمو عريش حتى هو غادي يمشيوه بالعقيق مذهب، ثلاثه دالعقيقات وفي الموزونه في الراس العقيقه. هنا زربت لكم الفيديو شويه
ولكن هو نفس الحربول يعني كنخدمه بديك الطريقه، غير شنو هو كنجيبوه داير وكنعملو 3 العقيقات وموزونا في الراس، حتى هو كنخرجو ليبرا في الوسط العقيقه الوسطيه، وكندورو مع الخط اللي عندنا مع الرشمه، كندخلو ليبرا على الرشيم شويش ملي كنجيو نخرجوها، كنخرجوها من برا بلا العقيقه، ومني كنجيو نزلوها على لاطراس ما كنزلوهاش على لاطراس مباشره، كنزلوها داخل لاطراس شويش باش ديك لاطراس كيتغطى ما كيبقاش يبان. كتجي الطريقه دايره وزوينه. هنا غنخدمو الورده، الورده حتى هي كنمشيو بها ب3 دقائق و موزونه في الراس. الورده عاملينها بغوز بيبي يعني بالفاليدي، دقيق مهرس، حتى هو كنخدم بالعقيق المهرس الممتاز باش ما كيتقشرش وما كيكحلش كيبقى في لونه. العقيق المهرس فيه انواع يعني على حسب انتينا وشنو غادي تشري من السوق، يعني كاين العقيق المهرس العادي وكاين العقيق المهرس النوعيه الممتازه، ولكن للاسف كاين الناس اللي ما كتعرفش فيه وكيمشيو يشريوه، كيقولوا لهم هادو النوعيه ممتازه، كيبيعوهم لهم الثمن النوعيه ممتازه وهو كيكون كيتقشر. هاديك شي الواحد خصو يرد البال شي شويه شنو هذا، واذا بغيتي تجربو كتعمل له شويه د الخل كتخليه فيه وكتجربو، اذا طلق يعني بلا ما تخدم به باش ما كتمشي لك شي بياسه تصدق حتى تخدمها كامله توقفها ومن بعد جبر بان باقي ما لبستيهاش ومشات لك بياسه. نعرف خدمو هاد العريشات هادو بالدميعه وفي الراس ديالهم، غادي نعملو لهم الحجيره هما، كتجي طريقه زوينه، هما في الخديدر زوين. وغنخدمو حداهم لقيق مهرس طويل، لقيق مهرس طويل ماشي الكبير غير الصغير، لان باش كيجي القياس هو هذاك مع الدميعات. كنا من 2 دقائق مهرسين ودميعه، 2 دقائق مهرسين ودميعه، كطلع بديك الطريقه كما واضح في الصوره، كتجي زوينه. حقيقه كتجي انيقه هاد الرشمه، خدمتها بزاف، خدمتها في جليلبات، كتجي في الكوم وفي في الصدر، وحده هنا وحده هنا، وفي الكميمات كتجي في الدراع، ولا كتجي في الكوم داير، ولكن انتينا كتعملها واقفه، كتجي زوينه. يعني انا خدمتها بزاف في بزاف الحوايج، خدمتها في جليلبات وفي قفيطنات هبطتها، خدمتها سلته كامله هابطه، يعني الناس عجباتهم وخدمت بها اكثر من موديل. ها هي الرشمه ديالها، هي هادي شتيها، خدمت تحتها بالطرز، حتى بالطرز كتجي زوينه. نتمنى تكون واضحه بالنسبه لكم وعجبتكم، وما تنساوناش من البصمه، واللي بقى حتى لهذا الوقت هذا معنا شكرا لكم.